قم وابني نفسك بالعزيمة والحلال والحلال، ابدأ بنفسك واستشر خير الرجال خير الرجال، وعمد إلى روح الفريق محاورا، لا تنزعج عما يقال وما يثار، فالمؤمنون الواثقون بربهم لا يعرفون اليأس أو لفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحباب المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. تعالوا نبني نفسنا، ومحتاجين نبني أمتنا، ومحتاجين نبني العالم كله، نبني على منظومة صحيحة قوية عشان تطلع بلادنا قوية، وتطلع أمتنا قوية، وتطلع كل المجتمعات اللي بنعيش فيها الإنسانية قوية. عشان نخلي مجتمعاتنا قوية محتاجين نبني نفسنا. بنجدد الدعوة ان احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بان احنا نبني نفسنا صح. النهاردة عايزين نبنيها بالتطوير المستمر، نبنيها واحنا عارفين ان عندنا قدرات الله سبحانه وتعالى انعم بها علينا غير عادية. ربنا كرمنا وكرم الانسان وخلقه في احسن تقويم، وعلمنا ان سخر له الكون كله، سخرت له سبحان الله المخلوقات اللي ربنا خلقها حتى يقوم على عمارة الأرض، العمارة الطيبة. لكن الإنسان مش كلنا فاهمين إمكانياتنا، مش كلنا مكتشفين ذاتنا. سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه كان بيقول لنا مقولة مشهورة قوي بمعناها، بيقول المعرفة الحقيقية أن يعرف الإنسان ذاته. الكلام بمعناه طبعا، لو عرفت نفسك هتكتشف قدراتك، هتكتشف مواهبك، هتكتشف كل نقاط القوة اللي ممكن تبقى موجودة عندك. إبداعك اللي ربنا ادهولك سبحانه وتعالى غير محدود، إبداع بلا حدود إلا تحت ملكوت وقوة وعلم الله سبحانه وتعالى. بلا شك كل واحد فينا محتاج يكتشف نفسه علشان يقدر يطورها، محتاج يعرف نفسه عشان يعرف يتعامل معها. لكن في شوية مننا يقولك في لا، في ناس متعلمين كويس، في ناس فاهمين كويس. يعني انت ما تفهمنيش ان الناس اللي خدوا جوائز نوبل مثلا، ولا اللي بيتكلموا في الذرة، ولا بيتكلموا في الفيزياء من العلماء، او الاطباء المشهورين اللي عندهم ما شاء الله قدرات غير عادية على اجراء العمليات الجراحية وعلى وصف الادوية، والمهندسين، المهندسين المعماريين او المدنيين اللي بيبنوا الطرق والكباري والانفاق والعمارات والابراج، هم دول لا، دول امكانياتهم فذة، دول هم دول بس المبدعين. البعض مش فاهم، وده فهم مش مكتمل للاسف، فهم خاطئ. عشان كده تعالوا نفهم ان كل دول لهم قدر من الفهم والابداع والعلم اللي ربنا اداهولهم، لكن اصغر واحد عنده قدرات وعنده مواهب ممكن ما تبقاش موجوده عند هؤلاء العلماء الافذاذ. وغالبا يعني ببساطه قوي كده مش هتلاقوا في واحد منهم بيعرف يطبخ حتى لو طبق بيض، ولا يعرف يعمل كوباية شاي. هيحتاج لواحد سبحان الله هو اللي يعمل له الشاي، وهو اللي يعمل له اللقمة اللي ممكن يأكلها. هتلاقي محتاج واحد يفصل له البدلة اللي ممكن يلبسها. هتلاقوه محتاج واحد هو اللي بيقوم على نظافة البيت والشارع، واحد أو واحدة بقى، رجل أو امرأة. كل واحد عنده قدرات وعنده مواهب، وربنا اللي أبدع هذا الإنسان في أحسن تقويم جعل كل إنسان ميسر لما خلق له، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. السن نفسه هتلاقوا عند الأطفال إمكانيات وإبداع مش ممكن تبقى موجودة عند الكبار، وهتلاقوا عند الشباب قدرات مش هتلاقوها موجودة عند الكبار، وهتلاقوا عند الشيوخ والجدود إمكانيات سبحان الله مش ممكن تلاقوها عند الآباء. كل واحد عنده قدرة، وكل واحد عنده موهبة، وكل واحد عنده مهمة محددة في الحياة مرتبطة بفترة زمنية. الجد له مهمة، والأب له مهمة، والابن له مهمة، الطالب له مهمة، والمعلم له مهمة، وناظر المدرسة له مهمة، الأستاذ في الجامعة عنده مهمة، الرئيس عنده مهمة، والمرؤوس عنده مهمة. كل واحد في الحياة عنده مهمة، رجل أو امرأة. المهم اللي محتاجينه فعلا من النهاردة نعرف قدراتنا كويس. حتى ست البيت وهي جوه البيت عارفة قدراتها، فأحسن أكلة ممكن تعملها لأولادها، عارفة قدراتها في صبرها على أولادها. وبمناسبة كل ميسر لما خلق له، مش هتلاقي راجل يقدر يغير لبيبي أو لطفل صغير لفة، مش هيقدر يغير له ويشله الكفولة أو المكان اللي ممكن يطهروا بيه أو ينظفوا بيه. لكن في نفس الوقت سبحان الله
غالبا مش هتلاقي أم عندها قدرة إن هي تسعى في الرزق في الشوارع حتى تجد وتجتهد في طلب الرزق لأولادها. ربنا يا رب يكرمنا جميعا ونكتشف كلنا قدرتنا عشان نبني نفسنا بالتطوير والتطور المستمر. وناخد فاصل. المؤمنون الواثقون بربهم لا يعرفون اليأس أو لفظ المحال. انهض كما نهض الأوائل واثقا، حاول وأبشر إن لله الكمال، حاول وأبشر إن لله الكمال. بسم الله. رجعنا من الفاصل عشان نبني نفسنا بالتطوير لذاتنا بالتطور المستمر بالتفكير الإيجابي اللي محتاجينه والإبداعي. عارفين ومتأكدين إن كلهم ميسر لما خلق له، راجل امرأة كبير صغير، وده دورنا عشان نقدر نبني بيه بلادنا. حتى مصر لما بيقولوا مصر عندها إمكانيات زراعية وإمكانيات ملاحية موجودة على بحار، عندها إمكانيات وقدرات ممكن تبقى مش موجودة في بلد تانية، ممكن تبقى بلد تانية فيها إمكانيات أعظم، ممكن يبقى ليبيا فيها إمكانيات مختلفة عن الإمكانيات اللي في تونس، مختلفة عن الإمكانيات اللي في المغرب، مختلفة عن الإمكانيات اللي في أوروبا. كل واحد، كل أرض لها إمكانياتها وقدراتها، وكذلك كل نفس إنسانية، كل بني آدم مننا عنده إمكانياته. مش بنتكلم على الأرض بس اللي هي تراب، لا، بنتكلم على فيها من كنوز وقدرات. مش بنتكلم على البني آدم في شكله أو لونه أو لغته، لكن بنتكلم على هذه المواهب الربانية اللي ربنا اداها للناس كلنا، كلهم، كل الناس عندهم سبحان الله من الأرزاق ما يكفيهم إن هم يبقوا سعداء. بس المهم عشان يطوروا نفسهم يتعلموا ويتدربوا، وأنا معاكم، نبدأ نعلم نفسنا وندرب نفسنا إزاي نكتشف قدراتنا، إزاي نفكر إيجابي، إزاي نستفيد من المشكلات والمحن اللي بتمر بينا، واللي كتير جدا مننا عنده كتير جدا من المشكلات. لكن زي ما قالوا زمان في المثل، الشجرة اللي ما تتكسرش في الريح تقوى، والمشكلة اللي ما تقسمش ظهرك ربنا يعافينا ويعافيك تقويك. إزاي ناخد كل مشكلة وتبقى محنة كانت شديدة قوي علينا بفضل الله سبحانه وتعالى تبقى منحة؟ الكلام ده لو قعدنا نقوله هيبقى كتير، لكن محتاجين نعمله كمان. محتاجين نتغلب على تجارب اللي الناس سمتها فشل، اللي فيها خبرات واللي فيها نجاح، عشان نحول نجاحنا لنجاح عملي بنتواصل فيه مع بعضنا، بنطور نفسنا كل يوم. محتاج تطور نفسك بالتواصل مع أسرتك، مع أهلك، مع مجتمعك، بالحوار، بالنقاش، بالإتقان في العمل، بالإبداع، بالتفكير برا الصندوق، بالتفكير الجديد اللي ممكن يبقى موجود عند طفل صغير، بالإمكانيات اللي ربنا اداها لجد محتاجينه عشان يعلمها لأجيالنا اللي جاية، بكل ما وهبنا الله سبحانه وتعالى من قصص. قبل ما نكون زي الراجل اللي لبس كويس قوي وشيك ونزل من بيته ووقف على ناصية الشارع يوقف تاكسي، ووقف له سواق التاكسي وبعدين قال له بعد ما ركب وقعد نطلع على فين؟ فالراجل سكت. سواق التاكسي اللي حضرتك تحب نطلع على فين؟ فالراجل سكت لدرجة ان سواق التاكسي اعتقد ان هو ما بيتكلمش او انه ابكم، لكن عاد السؤال مرة تالتة، قال له تحب نروح على فين؟ لا، الراجل مستغرب مش عارف يروح على فين، لحد ما نطق بلسانه وقال له مش عارف يروح على فين. تخيل لو انت ماشي، انت كنت سواق التاكسي وركب معاك واحد كده، هتفتكره مجنون، هتفتكره مش فاهم، هتفتكره عنده مشكلة كبيرة قوي، ايا كان هتبقى مش عارف تروح بيه فين. واكيد لو انت اللي كنت راكب التاكسي هتبقى عندك مشكلة كبيرة. حياتنا محتاجين نعرف منها احنا رايحين على فين، وعشان نعرف ما رايحين على فين لازم نحدد اهدافنا، لازم نرتب اولوياتنا، لازم نحافظ على قيمة وقتنا. حاجات بقولها بالراحة في كلمات محدودة تتعمل منها مؤلفات كبيرة جدا، بس يا ريتك تاخد منها حاجة وانا معاكم. نرتب اولوياتنا ونحافظ على وقتنا اللي هو عمرنا، لان الوقت مثلا مش ممكن ندخره زي المال نعينه في خزنة وقت الحاجة، او القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، مش موجود في الوقت الكلام ده، ومش ممكن نخزنه او نعينه لأنه هو ما بتخزنش. سواء عملت فيه حاجة إيجابية، حاجة سلبية، عملت فيه خير، عملت فيه شر، ما عملتش فيه حاجة خالص، هو بيمشي، عمرك بيمشي وحياتنا بتنقضي. عشان كده محتاجين
نبني نفسنا صح ونطور ذاتنا كل شوية ونراجع نفسنا مرة واثنين وتلاتة وعشرة، وده اللي بيسموه المحاسبة. ابني نفسك بالتطوير، بالتدريب، بالتعليم، وأي حاجة في الدنيا زي ما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ولو عايز تطور نفسك درب نفسك على كده، وبالله عليك لا تنسنا من صالح دعائك في كل ليلة بركعتين إن شاء الله من التهجد، تدعي لنا وتدعي للأمة، ونراكم دائما بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قم وابني نفسك بالعزيمة والحلال والحلال، ابدأ بنفسك واستشر خير الرجال خير الرجال، وعمد إلى روح الفريق محاورا، لا تنزعج عما يقال وما يثار، فالمؤمنون الواثقون بربهم لا يعرفون اليأس أو لفظ المحال، انهض كما نهض الأوائل.